الرئيس السيسي أدى صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد. الرئيس السيسي ينعي السيدة زينب مصطفى ويؤكد أنها ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء والوفاء لبلدها. البيت الأبيض يكشف عن اتصالات دبلوماسية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي. منتصف الليل العاشرة بتوقيت غرينتش، نشرة إخبارية مفصلة تأتي حضراتكم من القاهرة. أهلا بكم، وبداية هذه النشرة مع زميلة ندى رضا. أهلا بك ندى. أهلا بك باسم، شكرا لك. أهلا بكم. أدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي، وذلك تزامنا مع احتفالات مصر والقوات المسلحة بذكرى يوم الشهيد والمحارب القديم، وذلك بحضور الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، والفريق محمد فريد رئيس أركان حرب القوات المسلحة، واللواء محمود توفيق وزير الداخلية ووزير الأوقاف ومفتي الجمهورية ومحافظ القاهرة، إلى جانب قادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وعدد من الضباط وضباط الصف والجنود وطلبة الكليات والمعاهد العسكرية. ألقى الشيخ خالد الجندي من علماء الأزهر الشريف خطبة الجمعة، والتي أكد خلالها فضل الشهادة في سبيل الله، أن الله تعالى اختص الشهداء بأعظم المنازل وأعلاها، وأشار إلى أن إحياء ذكرى يوم الشهيد يذكر بأنبل البشر بعد الأنبياء والرسل وهم الشهداء، وأنهم استحقوا أن يكونوا وساما على صدر الوطن خالدين في ذاكرته وفي قلوب أبنائه أبدا، وذلك لأنهم بذلوا دماءهم الغالية فداء لدينهم وأرضهم، موضحا أن الإسلام رفع من قدر المرابطين في سبيل الله لصون مقدرات الوطن وردع كل من تسول له نفسه الاعتداء على الوطن. نعى الرئيس عبد الفتاح السيسي بمزيد من الحزن والأسى السيدة زينب مصطفى التي وافتها المنية أمس الجمعة. وفي تدوينة له على صفحته الرسمية على فيسبوك، أشار الرئيس السيسي إلى أن هذه السيدة الفاضلة ضربت المثل العظيم في الوطنية والانتماء والوفاء لبلدها حين قامت بالتبرع بقرطها الذهبي لصندوق تحيا مصر، وأضاف أنها كانت خير نموذج للمرأة المصرية وما تقدمه طوال الوقت من دروس وعبر في التجرد والتضحية بأغلى ما لديها فداء لوطنها. نعى صندوق تحيا مصر الحاجة زينب مصطفى واصفا إياها بأنها كانت مثالا عظيما للمرأة المصرية في قدرتها على العطاء والتكافل مع أبناء وطنها. قال الصندوق عبر صفحته الرسمية عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك إن الفقيدة ضربت أروع أمثلة العطاء وبادرت بالتبرع بقرطها الذهبي لصالح صندوق تحيا مصر، وسيظل الصندوق يثمن هذه المشاركة والتي دعمت بها الفقيدة مبادئ التكافل والتراحم بين أبناء الوطن. نعى دكتور شوقي علام مفتي الجمهورية الحاجة زينب مصطفى مؤكدا أنها قدمت نموذجا فريدا في الوطنية وحب الوطن وبذل الغالي والنفيس في خدمته. وقال مفتي الجمهورية إن الحاجة زينب رغم ظروفها الصعبة لم تبخل على وطنها بشيء، فقدمت ما تملكه خدمة لوطنها وحبا لترابها. كما نعت التنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الحاجة زينب مصطفى، وأكدت التنسيقية أن الفقيدة جسدت قيم الإيثار والعطاء وهي قيم متأصلة في المرأة المصرية، كما تؤكد ضرورة الاقتداء بالراحلة العظيمة
في البذل والعطاء من أجل الوطن. هذا وقد شيع أهالي قرية منيت سندوب بمحافظة الدقهلية جثمان السيدة زينب مصطفى، وشيعت الجنازة عقب صلاة الجمعة، وكان العزاء قاصرا على تشييع الجنازة بالمقابر. أعلن مجلس الوزراء صدور بيان مصري سوداني مشترك بمناسبة زيارة رئيس الوزراء السوداني عبد الله حمدوك إلى القاهرة. قال البيان المشترك إن زيارة حمدوك تأتي في إطار التشاور المستمر والزيارات المتبادلة بين الجانبين، حيث أكد رئيس مجلس الوزراء في مصر والسودان التزامهما بدفع سبل التعاون الثنائي في مختلف المجالات، مشيرا إلى تطابق رؤى الجانبين حول أهمية القصوى التي يحظى بها ملف سد النهضة من جانب قيادتي وشعبي البلدين. أكد البيان المصري السوداني المشترك على أهمية التوصل لاتفاق قانوني ملزم حول ملء وتشغيل سد النهضة، ومطالبة إثيوبيا بإبداء حسن النية والانخراط في عملية تفاوضية فعالة من أجل التوصل لاتفاق حول السد، وأن ترحب إعلان الأمين العام للأمم المتحدة لدعم مبادرة الوساطة الرباعية حول سد النهضة. افتتح مدير جمعية المحاربين القدماء وضحايا الحرب فعاليات المعرض الفني لإبداعات ومنتجات المحاربين القدماء وأسر الشهداء ومصابي العمليات الحربية، والذي يستمر حتى 20 مارس الجاري بمقر جمعية الوفاء والأمل بمدينة نصر، استمرارا لاحتفالات القوات المسلحة بيوم الشهيد والمحارب القديم. يضم المعرض منتجات أعضاء جمعية المحاربين القدماء والعديد من الأعمال الحرفية واليدوية، إضافة إلى منتجات الجمعية من الأجهزة التعويضية. يأتي المعرض ضمن الأنشطة التي تقدمها الجمعية لرعاية أعضائها من المحاربين القدماء ومصابي العمليات الحربية، واكتشاف مواهبهم ومهاراتهم المختلفة، والمشاركة في تسويق منتجاتهم. وصلت وزارة الداخلية تقديم القوافل الخدمية والإنسانية في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة. تفاصيل أكثر في سياق هذا التقرير. مبادرة حياة كريمة أطلقها رئيس الجمهورية لتوفير حياة كريمة للفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً، وفور إطلاقها بادرت وزارة الداخلية بالمشاركة فيها لتخفيف الأعباء عن تلك الفئات من خلال توجيه قوافل طبية وخدمية للقرى والأحياء الأكثر احتياجاً تحت مظلة كلنا واحد معك في قريتك. وأعدت وزارة الداخلية قوافل طبية ومساعدات عينية توجهت لعدد من القرى بنطاق عدد من المحافظات لتقديم خدمة صحية أفضل للمواطنين وتوزيع مساعدات عينية عليهم في إطار تخفيف الأعباء عنهم بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية. طول عمرها أصل الحكاية، شعب وقيادة وشرطة، إحنا وكل فرد، حبك علينا يا بلدي فرد. أطباء قطاع الخدمات الطبية في مختلف التخصصات باشروا عملهم في الكشف على أهالي القرى الذين أقبلوا على القوافل الطبية للحصول على رعاية صحية تقدمها لهم، مع صرف الأدوية اللازمة لهم بالمجان من صيدلية مصاحبة لتلك القوافل. لو تحتاجينا بتلاقينا دايما هنا شرطة وشعب. طبعا احنا سعداء النهاردة بالزيارة دي وبالقافلة دي، ونتمنى إن شاء الله إنها تتكرر. لا، حاجة كويسة وحاجة حلوة والله، وتشرفنا بيهم النهاردة والله.
وفي جانب آخر جهز لهذا الغرض تم توزيع المساعدات العينية التي تم إعدادها مسبقا بالتنسيق مع إحدى الجمعيات الخيرية على المواطنين في إطار تخفيف الأعباء عنهم، كما تم اتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا من ارتداء كمامات واقية إلى التباعد. وتستمر وزارة الداخلية في مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة من منطلق حرصها على دعم المواطنين وتخفيف الأعباء عنهم، بخاصة في المناطق الأكثر احتياجاً في القرى والنجوع والأحياء. يسألتهم ربنا ويحيى مصر ويحيى الشيش. أهابت وزارة الداخلية المواطنين بتركيب الملصق الإلكتروني للمركبات قبل انتهاء المهلة الزمنية المحددة في 30 مارس الجاري. بمناسبة قرب انتهاء المهلة الزمنية المحددة لتركيب الملصق الإلكتروني، تهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالك المركبات بالتوجه إلى إدارات المرور لتركيب الملصق الإلكتروني قبل انتهاء المهلة المحددة في 30 مارس 2021. وتيسيراً على المواطنين، تقوم وحدات المرور على مستوى الجمهورية باستقبال المواطنين حتى الساعة 8 مساء، على أن يكون العمل من الساعة 5 حتى 8 مساء لتركيب الملصق الإلكتروني فقط بالإضافة للفترة الصباحية. زارت وزيرة التضامن الاجتماعي نيفين القباج مصابي حريق مصنع الملابس بالعبور في مستشفى السلام التخصصي للاطمئنان على حالتهم الصحية، وقررت الوزيرة رفع قيمة المساعدات لأسر ضحايا ومصابي الحادث، حيث وجهت بصرف 30,000 جنيه لأسرة كل متوفى و 15,000 جنيه لكل مصاب، كما وجهت بتقديم مساعدات غذائية عاجلة لأسر الضحايا وتقديم الدعم النفسي للمصابين وأسرهم من قبل جمعية الهلال الأحمر المصري. أعربت وزارة الخارجية عن رفضها التام للبيان المشترك الذي أصدرته عدد من الدول في مجلس حقوق الإنسان، وتضمن مزاعم وادعاءات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وأكدت الخارجية في بيانها أن البيان احتوى على أحاديث مرسلة تستند إلى معلومات غير دقيقة، معربة عن استغرابها واستهجانها لعدم الاستعانة بما يتم توضيحه لهذه الدول من حقائق ومعلومات حول أوضاع حقوق الإنسان في مصر. وشددت الخارجية على ضرورة المراجعة المدققة لمثل هذا الكلام المرفوض، مطالبة هذه الدول بالتوقف عن توجيه اتهامات تعبر فقط عن توجه سياسي غير محمود يتضمن مغالطات من دون أسانيد. كما أكدت أنه من المرفوض أيضا أن يتم الاستسهال من خلال الإدلاء بمثل ذلك البيان الذي لا يراعي الجهود المصرية الشاملة في مجال حقوق الإنسان في جوانبها كافة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وما تم تحقيقه على هذا الصعيد خلال الأعوام الماضية. وأشارت وزارة الخارجية إلى أن مسألة حقوق الإنسان تنطوي على عملية تطوير دائم لم تبلغ فيها أي دولة حد الكمال، ولا توجد دولة بإمكانها تنصيب نفسها مقيما أو حكما في هذا الشأن. تابعت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين البيان المشترك الصادر من حكومات بعض الدول أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بخصوص حالة حقوق الإنسان في مصر. أعربت التنسيقية في بيانها عن استهجانها لنهج تناول الأوضاع الداخلية لمصر وفقا لمزاعم ومعلومات مرسلة. أكدت التنسيقية أن جهود مصر في مجالات مكافحة الإرهاب والهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر تأتي انطلاقا من إيمانها المطلق بحقوق الإنسان،
ومن تلك القاعدة تنطلق مشروعات الدولة نحو التمكين الاقتصادي والاجتماعي والسياسي بما يعزز حقوق الإنسان. أضافت التنسيقية أن قانون تنظيم العمل الأهلي الجديد والذي صدر من خلال حوار مجتمعي واسع وأحد نماذج الإرادة المصرية الجادة في تقوية ودعم المجتمع الأهلي. تعهد رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي بإفساح المجال لدعم مسار اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 بهدف توحيد المؤسسة العسكرية على أسس مهنية وعقيدة وطنية خالصة. كما تعهد المنفي في كلمة وجهها إلى الشعب الليبي ببذل كل الجهود الممكنة لطي صفحة الماضي والانطلاق في مسيرة السلام لاستكمال بناء الدولة الليبية، فضلا عن التأسيس لعملية المصالحة الوطنية. ودعا المنفي المجتمع الدولي للإيفاء بالتزاماته تجاه الشعب الليبي وتنفيذ قرارات مجلس الأمن، خاصة ما يتعلق بوضع حد للتدخلات الخارجية السلبية وحظر توريد الأسلحة والحفاظ على الأموال والأصول الليبية المجمدة. أعلن التحالف العربي في اليمن عن تدمير منظومة دفاع جوي تابعة لقوات الحوثي في محافظة مأرب وسط البلاد. أوضح العميد التركي المالكي المتحدث باسم التحالف أن تدمير المنظومة شمل كافة مكونات النظام الخبراء الأجانب، مؤكدا دعم التحالف للعمليات العسكرية للجيش اليمني والقبائل في المحافظة للتقدم وحماية المدنيين. كشف المبعوث الأمريكي لليمن تيم لاندر كينج عن خطة لوقف إطلاق النار في البلاد مطروحة على قيادة الحوثيين. وأضاف لاندر كينج أن حركة الحوثي تعطي أولوية للهجوم العسكري لانتزاع السيطرة على محافظة مأرب، محذرا من أنه من دون إحراز تقدم في وقف إطلاق النار سيدخل اليمن في صراع وانعدام استقرار أكبر. وأشار لاندر كينج إلى أن الولايات المتحدة استأنفت تمويل المساعدات الإنسانية لشمال اليمن. تظاهر الآلاف في وسط بيروت احتجاجا على استمرار الأزمة السياسية في البلاد. طلب المتظاهرون بسرعة إنجاز ملف تشكيل الحكومة، وذلك وسط تزايد الإحباط من الانهيار المالي في لبنان. وتمثل الأزمة الاقتصادية في لبنان أكبر تهديد لاستقراره منذ الحرب الأهلية والتي دارت رحاها بين 1975 و1990، وذلك ومنذ اندلاع هذه الأزمة في أواخر عام 2019 قضت على الوظائف وحرمت الناس من ودائعهم المصرفية وخفضت قيمة العمالة بنسبة 85% وزادت من خطر انتشار الجوع على نطاق واسع. أقر مجلس النواب اللبناني مشروع قانون بإبرام اتفاق يقوم البنك الدولي بمقتضاه بإقراض لبنان 246 مليون دولار لإنشاء شبكة الأمان الاجتماعي. وستقوم الدولة اللبنانية بمقتضى ذلك بتقديم دعم نقدي إلى الأسر الأكثر احتياجا في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي يمر بها لبنان، لا سيما في ضوء تداعيات جائحة كورونا. كما وافق المجلس النيابي أيضا على قرض ثان بقيمة 5.5 مليون دولار من البنك الدولي لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة في لبنان. حذرت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا من أن النشر المحتمل لصواريخ أرضية أمريكية في منطقة آسيا والمحيط الهادئ قد يؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسلح. أضافت المتحدثة باسم الخارجية الروسية أن هذا الأمر من شأنه أن يؤدي إلى جولة جديدة من سباق التسليح مع نتائج لا يمكن التكهن بها. أشارت زاخاروفا إلى أن الغرب قام من خلال الحيل الإجرائية بعرقلة الاقتراح الروسي للنظر خلال الدورة الحالية للمجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية في مشروع قرار عقوبات فرنسي ضد دمشق بسبب مزاعم باستخدام الجيش السوري لأسلحة كيميائية 3 مرات في مارس 2017.
أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز أمراً ملكياً بإعفاء وزير الحج والعمرة محمد صالح من منصبه وتكليف عصام بن سعد بالقيام بعمل وزير الحج والعمرة بالإضافة إلى عمله وزير دولة وعضو مجلس الوزراء. كما أعفى العاهل السعودي عبد الهادي بن أحمد بن عبد الوهاب المنصوري رئيس الهيئة العامة للطيران المدني من منصبه وعين عبد العزيز بن عبد الله بن عبد العزيز الدعيلج رئيساً للهيئة العامة للطيران المدني بمرتبة وزير. كما صدر أمر ملكي بإنهاء خدمة الشيخ إبراهيم بن سليمان بن عبد الله الرشيد رئيس المحكمة الإدارية العليا وتعيين الشيخ علي بن سليمان بن علي السعودي رئيساً للمحكمة الإدارية العليا بمرتبة وزير. طلب الحزب الدستوري الحر الرئيس التونسي قيس سعيد بعقد جلسة لمجلس الأمن القومي لاتخاذ الإجراءات الضرورية لحماية البلاد من مخاطر تنظيم الإخوان عبر حركة النهضة. أعلن الحزب في بيانه أنه وجه رسالة للرئيس قيس سعيد مرفقة بالوثائق والمعاينات المثبتة لمخالفة الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين للدستور والاتفاقيات الدولية التي تلتزم بها تونس في مجال حقوق المرأة والأسرة، متهماً الاتحاد بأنه منظمة ممولة من قبل قيادات وأعضاء تنظيم الإخوان وأذرعه في تونس وهي حركة النهضة. عقد الرئيس الأمريكي جو بايدن قمة افتراضية مع زعماء الهند واليابان وأستراليا. وأوضح جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأمريكي أن القمة ناقشت التحديات الصينية وحرية الملاحة في كل من بحر الصين الشرقي والجنوبي، فضلا عن أزمة كورونا والقضية النووية في كوريا الشمالية والوضع في ميانمار، مشيرا إلى أن القادة اتفقوا على التعاون لتوفير نحو مليار جرعة من لقاح كورونا إلى الدول النامية في منطقة المحيطين الهندي والهادي بحلول نهاية عام 2022. قال مستشار الأمن القومي الأمريكي جيك سوليفان إن الولايات المتحدة وإيران بدأتا اتصالات دبلوماسية غير مباشرة. أوضح أن الاتصالات تتم عبر أوروبيين وآخرين ينقلون رسائل عن الكيفية التي يمكن بها استئناف الالتزام بالاتفاق النووي والاستماع إلى موقفهم في هذا الشأن. قال متحدث باسم شركة الملاحة البحرية الإيرانية إن سفينة حاويات إيرانية تعرضت لأضرار في هجوم بالبحر المتوسط يوم الأربعاء الماضي. وأضاف المتحدث أن السفينة شهر كرد تعرضت لأضرار طفيفة بشحنة متفجرة تسببت في حريق صغير، لكن لم يصب أحد على متنها، مشيرا إلى أن السفينة كانت متوجهة إلى أوروبا عندما وقع الهجوم، وستتحرك صوب وجهتها بعد إصلاحها. يأتي الحادث بعد أسبوعين من تعرض سفينة إسرائيلية لتفجير في خليج عدن عمان. شهدت التجارة بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي تراجعاً حاداً في أول شهر مع تطبيق العلاقات الجديدة بين الطرفين، وذلك بعد انسحاب بريطانيا من التكتل ما يعرف بالبريكزيت. جاء ذلك وسط انخفاضات قياسية في الصادرات والواردات البريطانية من السلع في ظل استمرار القيود لمكافحة كورونا لدى الجانبين. قال مكتب الإحصاءات الوطنية إن صادرات السلع البريطانية للاتحاد الأوروبي باستثناء الذهب غير النقدي والمعادن النفيسة الأخرى تراجعت بنسبة 40.7% في يناير مقارنة مع ديسمبر. هذا وانخفضت الواردات بنسبة 28.8% وهي نسبة قياسية أخرى. ضرب زلزال قوي وسط اليونان، ولم ترد أنباء حتى الآن بشأن أي إصابات أو أضرار خطيرة في المباني. وقال مركز جي أف زد الألماني لأبحاث العلوم الجيولوجية إن قوة الزلزال بلغت 5.7 درجة على مقياس ريختر. وذكر معهد أثينا للديناميكا الجيولوجية أن مركز الزلزال يقع على بعد 16 كيلومترا جنوبية بلدة إيلاسونا في وسط اليونان، ووقع على عمق 8.5 كيلومترات.
لقد تجربة مصر في التعامل مع أزمة فيروس كورونا إشادات دولية واسعة، حيث سعت الدولة منذ اللحظة الأولى لإعلان الفيروس كجائحة إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة للحفاظ على صحة المصريين وتأمين اللقاحات اللازمة لهم. سعت مصر منذ اللحظة الأولى لإعلان فيروس كورونا كجائحة إلى اتخاذ الإجراءات الكفيلة للحفاظ على الشعب المصري وتقليل الآثار المترتبة عن هذا الفيروس الذي انتشر بسرعة كبيرة في العالم وهدد استقرار الكثير من الدول، وبات الشغل الشاغل لكل دول العالم هو الحصول على جرعات اللقاح وتوفيره بصورة عاجلة للقضاء على الفيروس. وسط حرب شرسة من الدول لتأمين لقاح فيروس كورونا لشعوبها، وضعت مصر نصب عينيها تأمين لقاحات للأطقم الطبية وكبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة بصورة عاجلة قبل الشروع في طرح اللقاح لكل الفئات تدريجياً. وتسلمت مصر مؤخراً 300,000 جرعة من لقاح فيروس كورونا من إنتاج شركة سينوفارم الصينية، ليصل إجمالي اللقاحات التي وصلت 400,000. وبدأت مصر بالفعل في التوسع في تطعيم المواطنين بعد إعطاء الجرعات الأولى من اللقاح للعاملين في المجال الصحي، حيث تم تدشين موقع إلكتروني لتسجيل المواطنين من الفئات المستحقة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة ومرضى الأورام. وتعاقدت مصر على 100 مليون جرعة من لقاحات فيروس كورونا، حيث تستلم مصر قريباً 8,600,000 جرعة من لقاحات أسترازينيكا، وذلك من ضمن 40 مليون جرعة يتم الحصول عليها من خلال التحالف الدولي للأمصال واللقاحات بجنيف. وسجلت مصر نفسها كأول دولة إفريقية تحصل على اللقاحات التي يتم منحها موافقة استخدام طوارئ من خلال هيئة الدواء المصرية والمعامل التابعة لها والتأكد من فاعلية اللقاحات ومأمونيتها. أدرجت منظمة الصحة العالمية لقاح جونسون أند جونسون المضاد لفيروس كورونا للاستخدام الطارئ، وقالت المنظمة إنه تم إدراج اللقاح الذي طورته شركة يانسن للأدوية للاستخدام في حالات الطوارئ في جميع البلدان وتوزيعه عبر آلية كوفاكس. وأشارت إلى أنه تم اتخاذ القرار بناء على موافقة وكالة الأدوية الأوروبية. وأكد نائب رئيس اللجنة التنفيذية والمدير العلمي للشركة جونسون أند جونسون بول ستوفيلز فعالية لقاح الشركة المضاد لوباء كورونا ضد كل المتحورات الفيروس. قالت منظمة الصحة العالمية إن لجنة الخبراء الاستشارية التابعة لها تدرس في الوقت الراهن لقاح أسترازينيكا المضاد لفيروس كورونا بعد وقف بعض البلدان توزيعه. وفي إفادة صحفية قالت مارغريت هاريس المتحدثة باسم منظمة الصحة العالمية إنه لا يوجد رغم ذلك سبب لعدم استخدام لقاح أسترازينيكا لأنه لقاح ممتاز، مضيفة أنه لا توجد علاقة سببية بينه وبين الأنباء التي وردت عن حالات تجلط في الدم. أعلنت وزارة الصحة الإيطالية تسجيل 26,824 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الساعات 24 الماضية. وأوضحت الصحة الإيطالية أنه تم تسجيل خلال الفترة نفسها 380 حالة وفاة بسبب الإصابة بالفيروس. قال مشروع مرسوم بقانون إن إيطاليا ستخضع للإغلاق على مستوى البلاد بعطلة عيد الفصح في الوقت الذي تكافح فيه الحكومة لوقف زيادة جديدة في حالات الإصابة بكورونا. وقالت رويترز إنها اطلعت على مشروع مرسوم بقانون سيتم من خلاله إغلاق المتاجر غير الأساسية في جميع أنحاء إيطاليا من 3 أبريل إلى 5 أبريل، ولن يسمح للإيطاليين بمغادرة منازلهم إلا للعمل أو لأسباب صحية أو لأسباب طارئة. وقالت مسودة المرسوم أيضا إنه اعتبارا من يوم الاثنين سيتم تجديد القيود في المناطق الصفراء منخفضة المخاطر في البلاد، حيث ستكون الحركة بين المدن محدودة للغاية وسيتم إغلاق المطاعم والحانات. قال رئيس معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية إن ألمانيا في بداية موجة ثالثة من جائحة كورونا، وحذر من أن عدد الإصابات مرتفع منذ فترة ويتعين خفضه. وقال لوثر فيلر في مؤتمر صحفي إن التطعيم يسهم في السيطرة على الفيروس، لكن يجب أن يحافظ الناس على التباعد الاجتماعي في الوقت الراهن. من جانبه قال وزير الصحة يانس سبان إن على ألمانيا أن تستعد لبضعة أسابيع صعبة مع بدء الموجة الثالثة.
انتقد الرئيس الألماني النواب الذين تم القبض عليهم على خلفية حصولهم على أموال مقابل التوسط في صفقات لشراء كمامات لصالح المواطنين، واصفا سلوكهم بالرديء والمخزي. وفي مؤتمر استضافته إحدى الصحف الألمانية قال إن الألمان سئموا العيش تحت قيود الإغلاق. قالت وكالة الأدوية الفرنسية إنها اتفقت مع وكالة الأدوية الأوروبية على الاستمرار في استخدام لقاح كورونا الذي طورته شركة أسترازينيكا. وأضافت الوكالة أيضا أنها بدأت دراسة على سلامة اللقاحات المضادة للفيروس الموجودة في فرنسا. وقال ألان فيشر المسؤول عن حملة التطعيم ضد كورونا في فرنسا إن لقاح أسترازينيكا أظهر فعالية كبيرة، وذلك بعد أن علقت بعض الدول استخدامه. كشفت أحدث استطلاعات الرأي في فرنسا عن أن 40% من الشعب الفرنسي لا يثق في قرارات حكومة بلادهم بشأن التصدي لجائحة كورونا، خاصة مع استمرار عمليات الإغلاق والتي باتت تثير حفيظة غالبية الفرنسيين. مع ظهور فيروس كورونا، حاولت الحكومة الفرنسية من خلال وزارة الصحة طمأنة مواطنيها بتأكيدها أن الكمامات ليست ضرورية إلا للعاملين في قطاع الصحة. نحن هنا لإنقاذ ما يمكن إنقاذه من عالم الفن، والتي تسببت فيها الجائحة الحالية وبعض القوانين التي تمنعنا من مزاولة مهنتنا وتمنعنا من ممارسة سحر هذه المهن. العالم في حالة موت، ننقذ الحياة الصحية لبعض البشر، ولكن ننسى أو نتناسى الحياة النفسية والمعنوية لبعض البشر. النظرة تلك لدور الكمامة تغيرت، وأصبح ارتداؤها من ثوابت مواجهة الفيروس ما ترك هاجسا لدى المواطنين. يجب علينا أن نتحكم في السيطرة على التكنولوجيا لمحاولة الانتصار على الميكروبات. لن نحصل على شيء بدون فعل شيء. للأسف الشديد 90,000 حالة وفاة في فرنسا. نعم أعلم، للأسف الشديد الأمر صعب للغاية. الأمر صعب للغاية للوصول إلى الهدف والانتصار على هذا النظام. وأظهر آخر استطلاع أن 40% من الفرنسيين لا يثقون في قرارات حكومتهم. لا أستطيع القول بأن الحكومة لا تفعل جهودها، ولكن قراراتها التي أخذتها احتمال تجعل هناك نوع من الاضطراب بيننا، ولأسباب أخرى تجعلها لا ترى الفوائد التي يمكن أن تعود عليها من خلال الثقافة وممارستها. هل الحكومة محقة في عدم الدخول في حظر صحي وفي قراراتها؟ نعم الحكومة لا تريد الدخول في حظر صحي حاليا. نعم محقة، يجب علينا من خلال التباعد الاجتماعي أخذ كل إجراءات الحيطة والحذر. الجميع يأخذ التطعيمات ونعيش وضعنا الطبيعي. نعم نتعايش معه، نعم نتعايش معه. فرنسا التي تعيش أجواء حظر تجوال من 6 مساء حتى 6 صباحا تحاول تفادي الدخول في حظر صحي ثالث بسبب تأثيره على الاقتصاد. هناك الحكومة في موقف حرج لأن هناك أمور كثيرة غير متوقعة. لقد قمت بأخذ التطعيمات أنا وزوجتي الأسبوع الماضي. نعم أخذناه لأنه لا يمكن أن لا نقوم بهذا الأمر وللخروج من هذا الحظر المتكرر والممل أيضا. حتى يمكن أن نعيش لا يمكن الاستمرار في هذا الوضع بصفة خاصة، إنها وضعية مستمرة ومتكررة من أسبوع لآخر. لا نعلم ماذا سيحدث ولا نفهم هذا الوضع. اللقاحات في بدء الأمر كنا ننظر إليها بريبة، وفي بداية أي شيء يكون هناك شك وحذر، ولأن أي شيء جديد لا يتم تقبله بسهولة، والحكومة لن تنجح في إقناع شعبها، ويحاولون الآن إصلاح ما يمكن إصلاحه، ولهذا لاحظنا أننا في الأسابيع الأخيرة أدرك الفرنسيون لأهمية عمليات التطعيم. فعمليات الإغلاق المرتبطة بالحظر الصحي تثير حفيظة الفرنسيين وسط احتجاجات متصاعدة بسبب تأثيرها على حياتهم وأوضاعهم الاقتصادية.
نشر المركز الإعلامي لمجلس الوزراء تقريراً سلط من خلاله الضوء على الحصاد الأسبوعي لمجلس الوزراء، وجاء في التقرير أنه تم إصدار عدد من القرارات شملت الموافقة على مشروع قرار ينص على إضافة النشاط السياحي إلى الأنشطة المصرح بمزاولتها داخل المنطقة الاستثمارية. وعلى صعيد الاجتماعات، عقد دكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماعاً مع أعضاء مجلس جامعة المنوفية، كما تم استعراض أهم ملامح برنامج دعم وتنمية الصادرات الجديد، حيث أكد وجود توجيهات من الرئيس عبد الفتاح السيسي بالاهتمام بملف دعم الصادرات، وذلك بحضور وزيرة التجارة والصناعة والمدير التنفيذي لصندوق تنمية الصادرات. وتضمنت الاجتماعات أيضاً اجتماعاً مع لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب بحضور زعيم الأغلبية البرلمانية، وكذلك اجتماع لبحث الترتيبات الخاصة بفعاليات افتتاح العاصمة الإدارية الجديدة بنهاية العام الجاري. دخلت قرية اللوزية التابعة لمركز كفر سعد بمحافظة دمياط ضمن المرحلة الجديدة لمبادرة رئيس الجمهورية حياة كريمة كواحدة من القرى الأكثر فقراً والتي ظلت لعقود محرومة من الخدمات الأساسية. أهل القرية أعربوا عن سعادتهم بدخول القرية ضمن المرحلة الجديدة للمبادرة. الترعة ديتي مسببة للأطفال الأمراض ومسببة حاجات كتير، فنرجو من السادة المسؤولين يا إما تجليدها يا إما مثلا تغطيتها حتى ما ينتشرش الأمراض وينتشر الأوبئة في القرية. عاوزين تسفيل الطرق بتاع القرية، وعاوزين نعمل، عاوزين مستشفى، لأن إحنا دلوقتي الواحدة من دول على ما بتيجي توضع او مثلا حادثه او حد متعور او اي حاجه، على ما نروح التفتيش او نروح كفر سليمان بيكون المريض دي يكون مات في السكه واحنا رايحين. بيننا وبين اقرب مستشفى حوالي من 6 كيلو 7 كيلو، المفروض يبقى عندنا بوسطه، مكتب بريد، حد معاشات بيصرف فلوس بتاع بدل ما ياخد مشوار مثلا 7 كيلو 8 كيلو عشان يروح اقرب مكتب بريد. تسفيل القريه، وعايزين الغاز، وعايزين وحده خدمات منها البريد ومنها مستشفى. القرية تعتبر منعدمة جدا، ما فيش فيها أي خدمات، محتاجين تسفيل ومحتاجين رصف للطرق الخارجية اللي حوالين القرية، ومحتاجين إقامة وحدة صحية، ومحتاجين مجمع خدمي، ويا ريت يكون في وحدة إسعاف تنقذنا وقت الكوارث، ومحتاجين تغطية للترعة. نشكر السيد رئيس الجمهورية لاهتمامه بالقرى الأكثر احتياجا ونظرة كويسة لها. يعني نشكر سيادة الرئيس والدولة على المبادرة الكريمة منها، وياريت الحاجة دي تتحقق إن شاء الله، وبنتمنى ذلك من الدولة. بنحيي سيادة الرئيس على المبادرة الطيبة اللي هو عملها وبص للغلابة، وإحنا من هنا من قرية اللوزي بنحييه وبنقدم له الشكر، وربنا يعينه على اللي هو فيه. نشكر سيادة الرئيس على تبنيه مبادرة حياة كريمة اللي هي من شأنها رفع مستوى المعيشة في الريف المصري، وإن شاء الله نجني ثمارها سويا بإذن الله. شهدت نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي ونائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري الاصطفاف السنوي الأول للهلال الأحمر المصري، والذي أقيم باستاد 30 من يونيو، وذلك بمشاركة أكثر من 300 متطوع من متطوعي فرق التدخل المختلفة لجمعية الهلال الأحمر المصري. كما شهدت وزيرة التضامن الاجتماعي تنفيذ سيناريوهات محاكاة لتدخل فرق الهلال الأحمر المختلفة في أوقات الأزمات والكوارث، والتي تستهدف استعراضا شاملا لكل تجهيزات ومعدات وإمكانيات فرق التدخل وقدراتها على مواجهة تداعيات الكوارث الكبرى وتقديم الدعم اللازم للمتضررين. الهلال الأحمر في أزمات الكوارث بيقوم بأكتر من مهمة، من أول تعبئة متطوعين، تدريبهم، توعية مواطنين، تقديم الإسعافات الأولية، معهم مهمات إغاثة، عندهم غرف عمليات بتنسق ما بين مركز الهلال الأحمر المصري وما بين المحافظات العديدة، عندهم أجهزة اتصال لاسلكي وقتية تعمل على رأس الساعة، أجهزة انتقال مجهزة طبياً
وصحيا واسعافات اوليه واغاثه، تنسيق مع الجهات التنفيذيه. كل ده بيتم ايضا بالتنسيق مع غرفه العمليات في مجلس الوزراء تحت مظلة السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي. لازم المشاركة المجتمعية تكون متواجدة على جميع الأنشطة عشان تخفف من العبء على الدولة، وكمان المشاركة المجتمعية بتبقى سريعة الانتشار لأن الأحداث بتحصل في أماكن مختلفة. لو في كل منطقة فيها فرد من المجموعة هيقدر يدي فيدباك أو هيدي واقع على الأرض ويبلغ الهلال الأحمر بحيث أنه يتحرك سريعا. بنعمل الدور ده كتطوع من 3 سنين تقريبا، ان بدايه من السنه دي ابتدى يتعمل اكثر تنظيما تحت الامبريلا بتاعه الهلال الاحمر. الهلال الاحمر اضاف نوع من التنظيم، اضاف نوع من التولز زياده، اضاف نوع من زياده الكوميونيكيشن ما بين الافراد، ما بين الاماكن، ما بين الكلام ده كله، فادى الدور زي ما قلت في الاول التنظيمي للحدث. اعلنت وزاره الصحه تسجيل 639 حاله ايجابيه جديده بفيروس كورونا و45 حاله وفاه. اشار دكتور خالد مجاهد المتحدث الرسمي للوزاره الى خروج 511 متعافيا من الفيروس من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعايه الطبيه اللازمه وتمام شفائهم، ليرتفع اجمالي المتعافين من الفيروس الى اكثر من 146 الف حاله. والآن مشاهدينا مع أخبار الاقتصاد. تتواصل فعاليات معرض البازار الذي ينظمه جهاز تنظيم تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة تحت رعاية الرئيس السيسي بأرض المعارض بمدينة نصر. يضم المعرض المئات من المشروعات الحرفية واليدوية والجمعيات الأهلية العاملة في هذا المجال من مختلف المحافظات. تشكل هذه السجادة الرمادية مساراً إجبارياً لزوار معرض البازار، يسمح لهم هذا المسار بمشاهدة كل المعروضات، ويتيح للعارضين فرصاً متساوية لعرض منتجاتهم. يأخذك المسار إلى الدور العلوي الذي تتنوع فيه المعروضات، ويتفرد بركن خاص للموهوبين من الأطفال، والذي وجدت فيه سما حسن ابنة 14 عاما منفذا لعرض وتسويق مشغولاتها اليدوية. الموزايك ده عبارة عن إزاز ملون بتكسر بيه بصفة معينة بتاعته، وبعمل الديزاين وبيدي شكل ديكور حلو في البيت. طبعا المعرض ده بالذات الكيدز اريا ديت للأطفال ان هم يعرضوا حاجتهم، بتعرف على ناس جديدة، بشوف الماتيريالز بتاعتهم، بعرفهم على الماتيريالز بتاعتي. ده غير كمان ان انا بقدر اقابل الزبون بتاعي بشكل مباشر. 400 عارض من بينهم 120 يشاركون للمرة الأولى في مثل هذه المعارض التي أصبحت لهم منصة لعرض وتسويق منتجاتهم من مشغولات يدوية تتنوع فيها الخامات بين أخشاب وزجاج وخزف ونحاس وأقمشة وغيرها من أفكار وخامات مبتكرة. وطبعا الاونلاين ليه زباينه، لكن فكره ان انت تكون موجود فعلي في المعرض دي حاجه بجد بتهمنا جدا، علشان الناس تشوف المنتج بتاعنا وتقيمه ويبقى عندنا فيدباك من الناس يعني قدام بعض وتشوف الحاجه. طبعا اهميه المعارض بالنسبه لي اولا بتزود لي زبايني، يعني بتخلي لي ليا قاعده من الزباين اكتر بكتير، لان اللي ما بيجيش شارع الخامية عندنا او اللي ما بيجيش الورشه عندنا او المحل عندنا ما بيعرفوش، بيجي طبعا معرض زي ده بيتعرف علينا، بيشتري من شغلنا، بيبقى زبوننا دايم، ما بيبقى زبون مرة واحدة. البازار نافذة جديدة يطل منها جمهور ذواق على منتجات ذات طبيعة خاصة فيجد فيها ملاذه. ممتاز ممتاز، وأي معرض بتعمل هنا باجي، تراثنا بازار كله باجي هنا مهتم بيها، وكل ما باجي بنتقي حاجات منها بتبقى تحفة عندي بصراحة. أنا ما فيش معرض بفوته بقالي سنين، بلاقي حاجتي وبلاقي ميولي، أنا بحب الحاجات الهاند ميد، يعني
انا اصبح بيتي كله عباره عن مفارش من هنا، فوط، حاجات شخصيه زي الشنطه اللي ماسكاها مثلا، ما بنستغناش عن هنا خالص يعني. يحظى معرض البازار برعاية رئاسية ويقيمه وينظمه جهاز تنمية المشروعات بمقر الجهاز بأرض المعارض القديمة بمدينة نصر، حيث يفتح البازار أبوابه يوميا من 10 صباحا إلى 10 مساء ومستمر حتى 21 من مارس الجاري. يوما ما ستخرج سما من ركن الأطفال وتنطلق في معرض البازار لتحصل على ركنها الخاص لعرض مشغولاتها اليدوية. أحمد عبد الرازق، لإكسترا نيوز. أعلنت مؤسسة فيتش الإبقاء على التصنيف الائتماني لمصر بالعملتين المحلية والأجنبية كما هو دون تعديل عند مستوى بي بلس، والإبقاء أيضا على النظرة المستقبلية المستقرة للاقتصاد المصري. قرار فيتش رأته الحكومة تجديدا لثقة المؤسسات الدولية، خاصة مؤسسات التصنيف الائتماني، في ثبات وصلابة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل الإيجابي مع أزمة كورونا وتجاوز كل الصدمات الخارجية والداخلية الناتجة عنها. قالت الدكتورة هالة سعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن جائزة مصر للتميز الحكومي جاءت في إطار تنفيذ رؤية مصر 2030، وخلال تكريم المشاركين في الدورة الثانية لجائزة مصر للتميز الحكومي، أكدت الوزيرة حرص الوزارة على إحداث نقلة نوعية في الأداء المؤسسي عن طريق الجائزة، وذلك لمواكبة التطورات وتنمية القدرات البشرية. والآن وقفة مع أخبار الرياضة. أصبح الجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيساً للاتحاد الأفريقي لكرة القدم بشكل رسمي خلال الجمعية العمومية التي عقدت في العاصمة المغربية الرباط. فاز رئيس ومالك سان داونز برئاسة الكاف لمدة 4 أعوام مقبلة بالتزكية بعد انسحاب كل المرشحين أمامه. تقام اليوم مباراتان في الجولة 16 من الدوري الممتاز، يلتقي خلالها فريق المقاولون العرب مع ضيفه غزل المحلة، بينما يحل فريق المصري ضيفا على إنبي. يحل مانشستر سيتي ضيفا على فولم اليوم ضمن منافسات الجولة 28 من مسابقة الدوري الإنجليزي. يتصدر مانشستر سيتي جدول ترتيب المسابقة برصيد 68 نقطة، بينما يتواجد فولم في المركز 18 برصيد 26 نقطة. ومن الرياضة مشاهدينا إلى ختام هذه النشرة مع تذكرة بأهم ما ورد بها من عناوين. الرئيس السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد المشير طنطاوي بمناسبة يوم الشهيد. الرئيس السيسي ينعي السيدة زينب مصطفى ويؤكد أنها ضربت المثل العظيم بالوطنية والانتماء والوفاء لبلدها. البيت الأبيض يكشف عن اتصالات دبلوماسية غير مباشرة بين الولايات المتحدة وإيران بشأن الاتفاق النووي.
وفي الختام نحيي تعليم السادة المشاهدين بأن تردد إكسترا نيوز الجديد هو 11785 رأسي، أما عن معدل الترميس فهو 27500. أشكر لحضراتكم طيب المتابعة، والشكر بالطبع موصول للزميل باسم طبانة.